مرحبا برج العقرب، اهلا فيكم في قراءة منتصف شهرنا. القراءة بتكون تقريبا من تاريخ 15 الى نهاية الشهر. اول شيء راح نبتدي بقراءة الاموال والمشاريع والاعمال، وبعدين ننتقل الى القراءة العاطفية باسلوب المرايا. القراءة تصلح حق الطالع والشمسي وايضا القمري او اي من الكواكب الموجودين عندكم في برج العقرب، ولكن المشاهد نفسه هو اللي لازم يحدد اذا القراءة تنطبق معه ولا لا. اوكي، وايضا في القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية. خلينا نشوف التطورات القادمة. عندنا الهاي بريستس و ايس اوف وانز. احس برج العقرب في فرصة عمل كبيرة، فرصة بزنس كبيرة على وشك ان تحدث داخل المنزل. اوكي، لان هاي التأثير غصن الاول تأثيره مو فقط وايجابياته تمتد لك انت، تمتد حتى حق الاهل الاحباب. استقرارك داخل البيت على وشك انه يتحسن، ولكن محتاجين طاقة الهاي بريستس، طاقة السرية شوي. اوكي، هني قاعد اشوف ايضا عندك في الفترة القادمة راح تحتاج السرية عشان توقع نوع من العقود. الايس الغصن ممكن يكون ايضا القلم اللي توقع فيه عقد جديد، تدخل فيه مرحلة جديدة. ممكن ايضا العكس، انت على وشك ان تخرج من عقد كان مقيدك، عقد عمل، عقد زواج، عقد شراكة. اوكي، خروجك من هذا العقد او دخولك اليه يعتمد على انت وين يا برج العقرب، على شنو مقبلين. في كلا الحالتين الخروج ممكن يكون نوع من العقود، التفويض، الوكالات. اوكي، محتاج السرية التامة لحد ما يتم الموضوع، وحتى اذا تم الموضوع محتاج ان تخبيه عن اعين الناس. انا احس هني في طاقة حسد. اوكي، في حسد ان يمكن على موضوع يخص الورث. الورث هني او الخير اللي راح ياتي من ورا الورث، من ورا هذا العمل البزنس، اكثر من التوقعات. برج العقرب لما تكون سعيد لا تمشي وتتكلم. اوكي، لا تمشي وتتكلم ولا تمشي وتعلن، هني عكس طاقة الاعلان. خلينا نشوف المزيد من الكرتات. في احد هني راح يخسر، في احد لازم يخسر، لازم يزعل. اوكي، عشان انت تربح ما نقدر نرضي كل الاطراف اللي معنيه هني. هذا اللي لازم تفهمه برج العقرب. يمكن الشركه القديمه غير راغبه بان تعفيك من العقد هذا، من المسؤوليات. اوكي، ولكن على وشك ترى انت في مرحله التخلص من القديم، مثل الافعى او الحيه اللي اذا رمت جلدها القديم يطلع جلد جديد، يكون موجود اوريدي جلد جديد. هني كانما احس انه راح يتداخلون، عندك عقد قديم وعقد جديد. القديم الجديد يكون موجود، ولكن تحتاج عشان تدخل فيه اول شيء السرية، وتحتاج ايضا ان تتخلص من القديم. راح يزعل اشخاص. اوكي، راح يكون صدمة، يمثل صدمة تحركات برج العقرب القادمة في المال والاعمال والتجارة. مو نوع التحركات اللي تقدر فيها ان تحوز على رضا الجميع وتوافق الجميع ودعم الجميع. راح تكون في اصوات نشاز، اصوات ضوضاء ومعارضة، ولكن هذا هو بالضبط المطلوب انك تسويه عشان تقبل على الفصل الجديد من حياتك. لما اشوف طاقة النار احس بالحرية، في شيء يقيد، يعني مثل الفنان المبدع اللي كان يستطيع يحقق الاكثر او المزيد لو ما كان في هذا العقد، لو ما دخل في هذا العقد، او لو كان يقدر المزيد من يملك المزيد من الحرية. نشوف اخر كرت هني انقلب ويانا، بيج اوف كابس. المقبلين على مقابلة، اي مقابلة عندكم، مقابلة عمل، انترفيو. اوكي، مقابلة من اجل ان تحصلون على تمويل. اشوفك هني بعد تحاول ان تحصل على نوع من التمويل برج العقرب. اوكي، تحاول ان تحصل على اشخاص يمكن يدعمونك كالشركاء فنيين. هني استقطابك للخبرات اللي تحتاجها،
أوكي، وحتى مقابلات العمل راح تبوء بالنجاح جدا جدا وكثيرا إذا الطاقة لها شروط، إذا التزمت بسياسة الصمت، بسياسة عدم إخبار أحد بما يجري في حياتك. أوكي، هذا جدا ضروري، راح تنال الكثير من الخير في المستقبل. اللي يبتدي بفرصة عمل هني أو تعاقد مع أشخاص جدد يفتح لك الكثير من الأبواب، الكثير من الرزق. أشوف هني أيضا هذا النوع من الرزق اللي يمتد لأكثر من دولة، ما يكون متعلق فقط أو يأتيك فقط من الدولة اللي أنت عايش فيها، هذا رزق عالمي globally. أنت راح تستقطب أشخاص من دول مختلفة، وأيضا أموالك تأتي من مصادر مختلفة في الفترة القادمة. هذا نوع الشيء اللي متوجه له. أوكي، وراح أسحب هني كرت أخير تبع النصيحة للحياة العملية. Justice هو كرت العدالة. Your career brings fairness and protection to others who need your help. برج العقرب، هل أنت تعمل أو أمورك حاليا أحس قريبا راح تكون إجراءاتك وجهودك وطاقتك يجب استثمارها في الأمور القانونية. هذا الكرت لما أشوفه مع باقي الكروت كأنه يقول لي يرد يعيد طاقة يمكن ما قلناها بوضوح، ألا وهي أن لا تستخسر أن تخصص وقت طويل، وقت مفتوح من أجل التركيز على تفاصيل. أنت حين على وشك أن تتخلص من رداء قديم كان يقيدك، ألا وهو العقد القديم، الشروط القديمة، البيئة القديمة. احرص ان البيئة الجديدة تركز فيها على التفاصيل، خصوصا القانونية، خصوصا العقود، خصوصا مثلا تحرص ان هاي الاشخاص اللي راح تعمل معاهم تستقطبهم يكون عقد عملك انت جدا على حسب تفاصيلك، على حسب شروطك، كل شروطك يعكسها العقد. وايضا الاشخاص الخبرات اللي قلت لك راح تستقطبها من الخارج او تتعاون معاهم، شوف الباب مفتوح للتعاون مع اشخاص من دول عديده، بس الشيء اللي في يدك راح يبرعم بسرعه، راح يكبر بسرعه. عشان كذي محتاج من الحين لا تستصغر اوكي هاي الاجراءات، من الحين تاخذ الامور والاجراءات القانونيه جدا بشكل جاد. تستغرق وقتك في كتابة العقود، في كتابة الشروط، في كتابة المسؤوليات، في كتابة هذا الجزء. أوكي، وحتى لو اضطريت تأخر شوية العمل نفسه من أجل أن تخلص أمور عالقة عندك في المحكمة، لا تستخسر أي جهود وقت. هني الأساس أن تخلص أمور تخص القانون والمحكمة. أوكي، والحين راح ننتقل إلى القراءة العاطفية اللي بتكون بأسلوب المرايا. اختاروا الجانب اللي تحسون ينطبق معاكم أكثر، أنتوا على جانب الشريكة والحبيب على الجانب المقابل. برج العقرب أول شيء نبتدي معه بإذن الله. سبعة الأغصان، هذا الكرت يقول لي شنو اللي يكفيك، ماذا يكفيك. يمكن شريكك ما يعرف يحط حدود للعلاقة بينكم أو للآخرين. أوكي، شنو يكفيك؟ متى راح تكون، متى اللي سويته أو اللي قاعد تسويه راح يكون بالنسبة لك كفاية؟ متى راح تتعلم حدودك؟ ستة الأغصان، أحس هني برج العقرب إن في موضوع، في حركة، موقف سواها او على وشك انه يسويها الشريك الحبيب راح تجرحك امام الاخرين، راح يكسر كلمتك، يقلل من مكانتك امام الاخرين، امام اهله. يصير موقف في نوع من المواجهة، في نوع من انت تنظر اليه، وايضا مثلا اخته او احد من اصدقائه، احد من اخوانه ايضا ينظر اليه، ويشوفون ما هي حركته القادمة. حركتها القادمة أحسها راح تكون بخصوص إنصاف الطرف الثاني، مو إنصافك أنت. أوكي، راح يجامل على حساب علاقتكم شريكك في الفترة القادمة، وخليك هني كأنما أنت مستعد. شوف، أنا ما قاعدة أقول برج العقرب أنت ما عندك القوة
ان تدخل وتحارب من اجل نفسك وتطلع الحق وتطلع الباطل وتتكلم وتعبر وتدافع عن نفسك تدافع عن علاقتك. بس ما في فايدة، انت فاهم هني في هالطاقة ان ما في فايدة، لان احنا علاقة احنا شراكة، ما في فايدة اسويها بروحي مع نفسي عشان نفسي، ما في فايدة. عشان تدي احس ان افضل ردات فعلك في الفترة القادمة ان انت تلزم الصمت وتظل تنظر الى شريكك، يعني تخلي الكرة في ملعب شريكك، لان هو اللي يرفض انه ياخذ اي حركة، هو اللي مثلا حتى يسمح لاهله لاصدقائه بالتعدي على حياتكم الخاصة. ما تقدر انت تسوي شيء، ترى وان كنت تملك تقدر تتحرك، ولكن مش مكانك عشان تتحرك، هو اللي لازم يحط. شوف لو كانوا هذلين اهلك او اصدقائك، انت اللي مسؤوليتك تحط لهم الحدود. بس هذلين اهله هو، اصدقائه هو، معارفه هو، فالكره هني في ملعبه. حتى لو كنا احنا اقوياء ومستقلين ونقدر ناخذ حقنا بيدنا، تو كاردز، انا ابي كرت واحد فقط فبختار هذا الكرت. اوكي، وهذا خمسة سيوف. احس هني شيء يخص اكثر من شخص، موقف امام اكثر من شخص. اوكي، الشمس، نوع من المشاكل او المناورات. اوكي، كانت مخباية قبل فترة. شوف برج العقرب، انت اللي بتتضح لك نية هذين الاشخاص اللي هني. يمكن انت في السابق كنت تشك ان يريدون ان يخربون بينكم، ان يريدون ان يتدخلون في حياتكم، يريدون ان يتحكمون بك وبشريكك، انزين يريدون حتى يمكن ياخذون شريكك منك، ياثرون على عقله، ياثرون على جادجمنت ماله. ولكن لما نشوف الشمس، احس في الفتره القادمه راح يتضح لك من بالضبط. انت عارف وحاس بس مش متاكد، في الاسبوعين القادمين راح تعرف من بالضبط وبالاسم اللي يحاول يسوي هاي التحركات ضدك. في شخص هني يتحرك ويستهدفك انت بالذات، كأنما هني احس كأن طاقة في بيت العائلة، واكثر من اخ مثلا متزوج، فاكثر من اخ يملك زوجة، فالعائلة تملك اكثر من زوجة ابن، في استهداف خاص لك انت من الكل، كل الزوجات، زوجات الابن الثانيات، اوكي، بالاضافة الى الاخوات، بالاضافة الى الام. يعني في فريق مجتمع عليك في الفترة القادمة، ولكن يمكن يكونون عكس بعض الاشخاص، تتضح لك الرؤية ان نيتهم مو سيئة، وبعض الاشخاص هم اللي قاعدين يستفزونك، العكس بما معناه العكس، راح تتضح الرؤية اللي كان مخبى بالقمر في الليل يطلع في النهار. اوكي، يمكن هذا شخص من برج الاسد، عندنا وايد طاقة نارية، اسد حمل قوس، هو الشخص اللي كان سبب كل هالمشاكل. انت تشك في خمسة، مو مشكلة، اللي معنيين، اللي ماخذين حزب، اللي مشكلين فريق عليك، ممكن يكونون خمسة الاساسيين، اللاعبين الاساسيين خمسة. سبب المشكلة واحد، سبب المصيبة اللي لو ازلناه تقريبا انهينا 99% من المشكلة اللي بينك وبين الشريك، من سبب المشكلة اللي بينك وبين الشريك. الشمس، خلنا نشوف الطرف الثاني شنو يقول وشنو يرد على هاي الطاقة. النجمة، برج الدلو، خمسة الأغصان، كرت كرت برج الجوزاء، العاشقين، اللافرز. قبل ما انتقل لهذا الكرت بتكلم لكم عن هذين الكرتين. اوكي، خمسة الأغصان، انت تتعامل مع شخص تملل من، هو يقول لي شريكك هني قاعد يرد على هاي الطاقة، يقول انا تمللت من محاولاتي اني احكم بين
هذين الأشخاص اللي دائما يختلفون، دائما في بينهم مشاكل، هو كأنه قاعد يفكر أيضا فقد خلاص انتهت عند الحلول، ما قاعد يلاقي حل لهاي المشاكل اللي دائما تطلع، يكون سببها أنت في جانب وفي أشخاص ضدك في العائلة أو في المحيط. أوكي، كأنما أحس في الفترة القادمة رح يوصل إلى طريق مسدود، يوصل إلى حده، يقول ما أقدر أتحمل أن يعيش في مشاكل أكثر من كذي، فرح يوجد كرت النجمة. النجمة لما أشوفه هني جنب هاي الكرتات وشريكك عنده كرتين أساسيين، أحس أنه رح يحاول يوجد حل جذري عشان أنت معاه ترتاحون. احتمال كبير أنه يطلب أو يقترح عليك أن تستقلون في بيت خاص فيكم، تنتقلون إلى مدينة ثانية، تنتقلون للعيش، يطلب منك مثلا على الأقل فترة ابتعاد، إن مثلا روح المكان الفلاني، خلني ابتعد فترة، روح اسكن في بيت أهلك أوكي، وأنا راح أنضم لك بس أرتب أموري. في هني من طاقة اسبقني اسبقني وأنا راح ألحقك بعدين، خصوصا بخصوص المسافات الجسدية اللي بيخص انتقال المدينة، السكن، الحياة. أوكي، ممكن يرتب لك هو أن تسكن في منطقة ثانية، يطلعك في بيت أوكي يقول لك اسكن فيه ورح ألحقك بعد فترة، كرت أنه رح يلحقك ويبحث عن السلام. ترى شريكك تعب من المشاكل أكثر منك أنت يا برج العقرب، أنت لحد الآن كأنما عندك نفس، هذا الشخص انقطع فيه النفس. عندنا برج الجوزاء، برج الدلو، الأبراج الهوائية هني موجودين وحاضرين بقوة، والأبراج النارية أيضا مثل ما ذكرت لكم قبل. للأسف في هذا الكرت أحس أن يا فرحة ما تمت، مو بسبب غلطة الشريك ولا بسببك أنت يا برج العقرب، في ظرف طارئ، ظرف مو بالحسبان راح يصير ويأخر ابتعادكم عن هذين الأشخاص المؤذيين، يأخر لمدة شهر شهرين 6 شهور، يعني فترة قصيرة مو سنوات أوكي، ولكن راح يكون نعم في تأخير عشان تجتمعون في بيت واحد أو تجتمع عندكم على الأقل الراحة عشان ترتاحون، راح تضطرون تصبرون أكثر لأن هني في حدث طارئ، حدث طارئ يخص ما أدري، يمكن وفاة، يمكن موضوع ورث مفاجئ، موضوع أحد من الأهل يمرض ونحتاج إن نظل معاه فما ننتقل من البيت، موضوع إن حتى يوافقون على مثلا إذا كان الموضوع يخص التأشيرة يوافقون على تأشيرتك أنت ما يوافقون على تأشيرة الشريك. أوكي، موضوع ثاني ممكن أيضا يطلع يأخر انتقالكم أو ارتباطكم مع بعض، إن أحد من أهل الشريك يقرر إنه يرتبط قبلكم أنتوا إذا كنتوا بتسوون زواج، يقرر إنه يرتبط قبلكم أو يدخل موضوع الزواج، يتعمد إنه يعجل بزواج الخاص عشان يؤخر زواجكم، راح يكون في تأخير نعم، ولكن أحس إنه لصالحكم. بتقولي ليش يا برج العقرب؟ وبقولك الحين ليش، لأن هذا الشخص اللي راح يعجل بارتباط قبل ارتباطكم يزوج الأخ الأصغر، الأخت الصغرى أوكي، يعجل بزواج الخاص، ما يدرك إن اللي بيتزوج عقب لهما أنتوا اللي ارتباط راح يتأخر هو اللي راح يكون مرتاح. ما أعرف ليش بالضبط، هل بسبب راح يكون في تسهيلات في السكن أوكي، بركة أكثر، وقت الزواج ترى حتى التوقيت راح يكون في راحة أكثر، اللي راح يستعجلون هني راح شوية تتكركب أمورهم أكثر، هذا اللي أبي أقوله. أيضا في هني شخص يريد أن يسبقك من طرف الشريك للزواج للارتباط، أحد ينافسك مو على الشريك نفسه، على الزواج، هذين بيسبقونك ولكن ما راح ينجحون أكثر منك، راح يلاقون الكثير من العراقيل، الكثير من التعسيرات يخص النية، نيتهم سيئة. مثلا لو خططوا لشهر عسل تشوف ان شهر عسلهم يتكركب، الحجوزات تتكركب، حقائب السفر تضيع، تصير مشكلة في حجز الفندق، تصير مشكلة في الدولة اللي راح يسافرون لها، يضطر هذا الشخص ايضا اللي بيتزوج اول يرتبط اول
راح يصير في مثلا يضطر انه يسكن، هو يريد ان يتغدى فيك قبل ان تتعشى فيه، لكن اللي بصير مثلا يريد ان يسكن في سكنك او ياخذ حتى سكنك، في اشخاص يبون ياخذون شيء من عندك مثلا، يمكن شريكك هو اللي مجهز لنفسه غرفة او شقة صغيرة داخل بيت الاهل او قسم خاص فيه، هني في اشخاص يبون ياخذونه، يعجلون في زواجهم عشان ياخذون السكن حتى. ولكن اللي ما يدركونه انه ما راح يكونون مرتاحين مع الاهل في السكن نفسه، شريكهم راح يعاني من الكثير من المشاكل، الاختلافات، ما راح يتفقون مع بعض، يعيشون داخل بيت العائلة او يعيشون في هذه العائلة حتى لو سكنهم كان منفصل. اوكي، يريدون ان ياخذون موعد زواجك منك، شيء كذي. لكن مو من طرفهم اهم هذين الناس، من طرف الشريك اللي راح يتزوجونه أهل حتى راح تأتيهم نوع من احنا نقول الكارما، الحوبة، حتى لو راحوا سكنوا مع أهل شريكهم هناك أيضا راح يسوون فيهم مثل اللي هما لما كانوا موجودين حاولوا يسوونه فيك. أنا ما أدري ليش أكثر قصة قاعدة تأتيني قصة أشخاص أخوان وخوات عايشين في بيت عائلة، من العادات إن لما يتزوجون في بداية حياتهم الزوجية يسكنون في بيت العائلة، يقومون بتجهيز غرفة أو قسم خاص فيهم. اوكي، فهاي نوع من المشاكل جدا وارد، ولكن اقلبوا في الطاقة، اقلبوا في الامثلة عشان تطبق مع وضعكم بالضبط مع الشريك. عزيزي برج العقرب، هذه كانت